أجل خسارة حفنة من الكيلوغرامات أو حتى يبدو بنطال الجينز مثلا أفضل، تطول قائمة أنواع الحميات الغذائية، منها ما يقتصر على أكل الدهون والبروتين كالكيتو، ومنها ما يحد من تناول النشويات والسكريات ويزيد من نسبة الخضروات والفواكه. وطبعا الغاية وراء ذلك هي واحدة، وهي الوصول إلى وزن أقل. خلال العقدين الماضيين اعتبر الكثيرون الجسم النحيل أو الجسم الرشيق رمزا للمرأة الجميلة، ما دفع نساء كثيرات إلى اتباع الحميات الغذائية الصارمة ومراقبة الوزن باستمرار والذهاب إلى النوادي الرياضية للحد من نسبة الشحوم والدهون في أجسامهن. ولأن الأمر أصبح محط اهتمام الكثيرين، تستضيف وسائل الإعلام باستمرار مختصين في التغذية والرياضة وأطباء للحديث عن ماذا؟ عن الوزن المثالي والصحي. لكن عبر قناة سعودية أثار الدكتور محمد علي الأحمدي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة، أثار الانتقادات عندما تحدث عن أن الشحوم والجمال الذي تضيفه على جسم المرأة، أو تحدث عن الشحوم والجمال الذي يمكن أن تضيفه لجسم المرأة. دعونا نتابع. 8% إلى 10% من وزن الفتاة يجب أن يحتوي على شحوم، هذه الشحوم الأساسية. بدون شحوم الفتاة ترى سوف تنقطع الدورة الشهرية عندها. بدون شحوم الفتاة ترى حتى لو تزوجت لا يمكن أن تحمل إذا كانت منخفضة نسبة الشحوم أقل من 8%. الشحوم هي جمال، جمال للوجه، جمال للجسم، هو الذي يعطي تفاصيل الفتاة بالشكل الجسم المثالي، الشكل الرهيب هذا. الشكل الرهيب هذا. ويوضح دكتور الأحمدي أن قلق بعض النساء من زيادة الوزن قد يتحول إلى مرض. عارضة أزياء كانت ملكة جمال العالم في إحدى الدول، لها 27 سنة وهي تعاني من الأناروكسيا. الأناروكسيا واحدة من الاضطرابات التغذوية. 27 سنة، هل ما استطاعت أن تتعالج؟ نعم، لم تستطيع أن تخرج من هذا النفق. كثير منهم ترى يدخلون في حالة اكتئاب وقلق ويؤدي إلى انتحار. تصريحات الأحمدي رحب بها البعض ولكنها أثارت انتقادات الكثيرين. هنا المدني يقول: بعد كلام الدكتور بأن الشحوم جمال للمرأة، أطالب بالآتي: أولا، إغلاق الصالات الرياضية النسائية لأنها تحارب الشحوم. ثانيا، إغلاق عيادات التجميل وشفط الدهون. ثالثا، إعطاء النحيفات كبسولات لزيادة الشحوم حتى يزدادن جمالا وفتنة. من يسمي نفسه قلم مكسور، لكن قلمه ليس مكسورا في كتابة هذه التغريدة، يقول هذا أبو القلم المكسور: الشحوم جمال للفتاة. آسف يا دكتور، ما قلته غير مقنع، ليتك وضحت الفرق بين نسبة الدهون وكلمة الشحوم. ابتسام تختصر المسألة بهذا السؤال: يعني أوقف الرجيم يا دكتور؟ وفقا للكلية الملكية للتمريض في بريطانيا، النسبة الصحية لدهون الجسم عند النساء التي تتراوح أعمارهن بين 20 و40 هي 15 إلى 31% من كتلة الجسم. وأثارت وأشارت عالمة الخصوبة الأمريكية روز فريش أن المرأة تحتاج إلى 17% من دهون الجسم لتتمكن من الحمل. شاهدين معنا عبر سكايب من المدينة المنورة أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة الدكتور محمد علي الأحمد. مرحبا بك دكتور محمد. يعني أنت أثرت اهتمام الكثيرين من خلال تصريحاتك، وفهم وكأنك تروج أن السمنة هي نوع من الجمال. طيب، أنا أرحب بالجميع. أنا لم أتحدث حقيقة عن السمنة، أتحدث عن الشحوم. نعم، للأسف الشديد معظم ما نسمع عن الشحوم أنها غير جيدة وغير مفيدة. أبدا، الشحوم جدا ممتازة ومفيدة، والجسم يحتاجها. الكثير لا يتحدث عن فوائد الشحوم، فقط يخوفون الناس من الشحوم وعلاقتها فقط بالسمنة، لكن الشحوم هي رائعة جدا لصحة الإنسان. وكما ذكرتي، نسبة كبيرة من الجسم عند المرأة يجب أن تحتوي على شحوم، قد تصل إلى 25%، يعني ربع وزنها يجب أن يكون شحوم. أقل من النسب هذه سوف تدخل بأمراض معينة، وأنت ذكرتي
في نسبة محددة لا يمكن أن تحمل. ولكن ربما أنت تتحدث من منظار علمي، لكن من رأوا الطريقة التي تحدثت فيها والوصف وحركات اليد أوحت لهم بأنك تتحدث عن المكتنزات والممتلئات وما إلى ذلك، إلى أي مدى برأيك ثقافة يعني النحافة إذا صح التعبير وليس الرشاقة هي دخيلة على العالم العربي؟ طيب أنا حقيقة كنت أتحدث عن بعض الأمراض الاضطرابات التغذوية عند الناس النحيلة جدا، خاصة الفتيات، يعني جلد على عظم، وكانوا يعني من ميزات هذه الفئة أنهم يخافون كثيرا من الشحوم. الشحوم غير مخيفة حقيقة، يحتاجون هذه الشحوم، وهي فعلا جمال للمرأة. يعني يجب أن تكون بنسبة معينة، وهي التي تعطيها. أعطيك مثال على دهون الوجه على سبيل المثال. عندما تصل المرأة إلى سن 40، لماذا تحتاج إلى بعض فرضا الفيلرز اللي تحتاجها في الوجه؟ ليه؟ لأن مع التقدم في العمر سوف تقل الدهون المخزنة في الوجه. هل هي الدهون أم نسبة الكولاجين التي تقل؟ الدهون الوجه سوف تقل بشكل كبير، لذلك يحتاجون إلى شهي في الجلد على أساس يعطي النضارة هذه. والجسم كامل أصلا يحتاج في بعض المناطق إلى دهون معينة عشان يعطيه فعلا القوام الصحيح. وبالمناسبة ترى ما في وزن مثالي. أكبر كذبة نعرفها حقيقة هو الوزن المثالي. نحن نستطيع أن نقول هناك شحوم مثالية. أعطيني كم نسبة الشحوم في الجسم وأنا أقول لك وهي هذا نفسها الوزن. نفسها الشحوم في الجسم هي نفسها نسبة البي أم آي التي تعرف ربما في صالات يعني المتابعة لنسبة الشحوم في جسم الإنسان، حتى ولو لم يكن يبدو بدينا فإن نسبة الشحوم قد تختلف يعني بحسب الكتلة العضلية والعظمية. تختلف، هذا يسمى التكوين الجسمي، يعني كم نسبة الشحوم، نسبة العظام، نسبة العضلات. التكوين هذا هو الذي يعطينا الوزن المثالي. الوزن ترى رقم واحد، لكن الرقم هذا لا يعني لا شحوم ولا يعني عضلات ولا يعني عظام، يعني مجموع هذه الثلاثة أشياء وأشياء أخرى أيضا. لذلك يجب أن لا نخاف كثيرا من الشحوم، ولا نقصد الشحوم التي سوف تزداد تدريجيا حتى تصاب بالسمنة وترتبط بالأمراض أبدا. نحن نتحدث عن نسبة معينة مثالية. نعم، هذه الفكرة وضحت دكتور محمد علي الأحمد، وهو أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة. شكرا جزيلا لك. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.